السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. رمضان كريم علينا وعليكم. هنبدأ ان شاء الله بإذن الله. هيبقى في محاضرة مجانية تبع أكاديمية هعملها ان شاء الله يوم الجمعة القادم، توقيت 29 مارس، هتبقى الساعة 11 لـ 12 مساء بتوقيت مكة المكرمة. المحاضرة ان شاء الله هتبقى مفتوحة، اللي حابب يشترك فيها هيتبعت له اللينك او هيبعتوا له اللينك تبع الارقام اللي موجودة، اللي هي لو انتوا عايزين تركزوا شوية الارقام تحت اهي، دي الارقام دي اللي هي تحت تبع الاكاديمية. لو انتوا عايزين تشتركوا في المحاضرة هتتواصلوا مع الارقام دي وهم هيدوكوا اللينك ان شاء الله، وهتبقى المحاضرة بعد كده هبقى ارفعها بعد كده على اليوتيوب عندي على القناة عشان اللي حابب يشوفها مسجلة بعد كده. لكن اللي عايز يحضر معانا اللايف الارقام اهي، ربطها شوية ليكوا عشان اللي حابب ياخد سكرين شوت ليها، دي الارقام اهي، ارقام موجودة معاكوا اهي عشان اللي حابب يرجع لها، واللي حابب يرجع للارقام دي يتصل بيهم يتواصل مع الارقام دي هيحجزوا له وهيعملوا له هيدوا له اللينك اللي هنعمل عليه المحاضرة. وبعد كده ان شاء الله هنكمل، هيبقى هيكون ان شاء الله فيها مناقشة لكل الحاجات، الناس اللي عندها استفسارات في اي حاجة، حابة تعرف اي حاجة عن الامتحانات بتاعة البروميتريك، هتبقى مناقشة مفتوحة ان شاء الله، وهيبقى فيها كده زي حاجات معلومات، ازاي نعرف نظبط المذاكرة، ازاي نعرف نظبط الوقت، وهنبقى فاتحين المناقشة مع الناس اللي حابب يسأل في اي استفسار او يسأل في اي حاجة او في اي حاجة واقفة قصاده. فان شاء الله بإذن الله تفيدكم وتكون مفيدة بالنسبة لكم. ده هيبقى تعاون ما بيني وما بين الأكاديمية دي، فان شاء الله رب يكون تعاون مثمر كده، وبوجودكم معانا وهمتكم معانا عايزين بقى الناس تبقى موجودة كتير عشان يبقى فيدباك كويس ان شاء الله الحاجة كويسة بإذن الله، ونقدر نعمل بعد كده حاجة كويسة تكون سيستماتيك وتكون مرجع لكل الناس اللي هتخش الامتحانات. فدي بس حبيت اعملها لكم كده واقولها لكم. ان شاء الله هيبقى يوم الجمعة القادم، المواعيد مكتوبة اهي، اللي حابب يعرف اي معلومة او اي حاجة الارقام انا عملت عليها زوم قربتها عشان اللي حابب يسجل الارقام دي عنده ويقدر يتواصل معاهم، فعايز اكبر كمية من الناس تتواصل معاهم عشان نبين الناس اللي موجودة في القناة مهتمة وحابة ان هي تخش في التفاصيل دي وتخش في الحاجات دي. وبإذن الله ان شاء الله اكون فتحة خير كده على الجميع بإذن الله، وان شاء الله كلكم تشرفونا وتنورونا ان شاء الله. وتاني مرة كل عام وانتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب، ونشوفكم ان شاء الله مستنيينكم يوم الجمعة القادم 29 مارس من الساعة 10 11 لـ 12 مساء بتوقيت السعودية. نشوفكم على خير ان شاء الله.